صباح الخير. كنا المحاضرة الماضية دخلنا ببنية جديدة وقلنا أستاذنا ضمن نطاق البنى الخطية والفرق بين البنى الخطية ومثل ما راح نشوف لاحقا البنى اللا خطية. طبعا أول شيء بعتذر إني ما في داتا شو لأن صار سوء تفاهم، فالداتا شو اللي عندي أخذوا دكتور تاني. فالبنى المعطيات الخطية هي البنى اللي أنا قادر إني أتجول ضمن بياناتها بشكل متسلسل، ببدأ من عقدة أو من نقطة وبنتهي بنقطة أخرى بحيث أنا أمشي بشكل متسلسل ضمن هذه البنية. فمن أساسها من هالفكرة طلعت إن البنى هذه بنى خطية. البنى اللا خطية هي اللي أنا بحاجة لخوارزمية أو طريقة للتجوال ضمن العقد أو العناصر الموجودة ضمن هذه البنية. يعني أنا ماني قادر أعرف إني إذا بلشت من هالنقطة ومشيت بخط مستقيم أو بطريقة خطية رح أوصل لآخر عقدة ورح كون تجولت أو مريت على كافة العناصر الموجودة بهالبنية. فممكن أنا أمشي بخط مستقيم بس يكون على طرفي، مثل لما نحن ناخذ فكرة الطرقات. فأنا إذا مشيت على الأوتوستراد فأنا اغفلت الطرقات الفرعية اللي ممكن تروح مثلا للمدن أو للحواري أو للضيع أو أي مكان آخر، وبالتالي أنا بخط مستقيم أو بطريقة تسلسلية ماني قادر اتجول أو مر على كافة عناصر البنية. فهون بقى بتصير عندي أنا بنية لا خطية، والسبب أني طريقة التجوال صارت طريقة لا خطية مانا متسلسلة. استاتنا بالبنى الخطية وانتقلنا من الأرتال والمكدسات اللي كان مبدأهم سواء كان ليفو أو فيفو، لبنية جديدة هي اللوائح أو الليست. واللي قلنا اللوائح كفكرة لإلها كانت أو قامت بحل مشكلة كنت أنا بستخدمها بالبنى السابقة لما كنت استخدم المصفوفة، واللي كانت في عندي بعض القيود على المصفوفة، أهم الحجم، حجم المصفوفة أنا كنت لازم ثبته ببداية العمل وبعدها لازم أنا أتقيد بهالحجم سواء أنا استغليت كامل الحجم أو بتنفيذ البرنامج احتجت لحجم زائد فما كنت قادر أنا غير بهالبنية. بالمقابل رح نشوف ان القوائم هي عبارة عن بنية خطية بس فينا نقول غير محدودة الحجم، وقلنا تمتلئ القائمة بشرط واحد هو عند امتلاء ذاكرة الحاسب. يعني لما بيصير امتلاء لذاكرة الحاسب فما رح يضل عندي اماكن لحتى احجز لعناصر جديدة حتى لو كان عندي أنا مصفوفة. طبعا المصفوفة من البداية ماني قادر أنا أحجز لها حجم أكبر من حجم الذاكرة، راح يطلع معي خطأ مباشرة. فنفس الحالة أنا لما بتوصل القائمة للامتلاء فبتكون الذاكرة فقط ممتلئة، هذا هو سبب امتلاء الذاكرة. ولهيك راح تلاحظوا أني بأغلب التطبيقات للقوائم ما بياخذوا بعين الاعتبار شرط امتلاء القائمة، فقط بياخذوا بعين الاعتبار شرط الفراغ، لأن راح نشوف حسب التطبيق اللي أنا بدي استخدمه فشرط الفراغ راح يكون مهم لإلي. مثل ما شفنا بالأرتال والقوائم والمكدسات في عندي مجموعة من التوابع اللي أنا قادر استخدمها أو طبقها على اللوائح أو الليست. أهم التوابع
اللي شفناها سابقا اللي كانت ان اختبار شرط الامتلاء هذا اللغة شرط الفراغ اللي هو is empty. فراح نشوف هلا كيف انا بعرف اني قائمة او لائحة فارغة. من قبل بالمصفوفة كنت تقول اذا كان الاندكس يشير الى الناقص واحد فهي فارغة، واذا كانت دائرية اذا بتتذكروا كنت انا اوضع الأطش تساوي ناقص واحد، وبالتالي يقول اني لما بيكون الأطش بيساوي ناقص واحد فهي فارغة. هون صار عندنا وضع جديد، اللائحة ما بقى صارت عبارة عن قيمة فقط مثل المصفوفة. المصفوفة هي عبارة عن بنية مؤلفة من قيمة واحدة واندكس، بس انا ما بشوفه للاندكس، بس هي عبارة عن اندكس بيشير لي اسمها للمصفوفة على بدايتها للمصفوفة، وبالتالي على الاندكس رقم صفر. وبالتالي انا كل ما بدي انتقل بخانات المصفوفة راح انتقل عن طريق الاندكس من صفر للواحد للاثنين، وبالتالي راح يعرف الحاسب اني لما بحط واحد فهو العنصر الثاني بالمصفوفة، لو ما بحط عشرة فهو العنصر الاداعش من المصفوفة. اللائحة اول شغلة بدي افكر فيها انا كيف شكلها العقدة او القيم اللي موجودة ضمن اللائحة. اللائحة بطبيعتها متألفة من جزئين، الجزء الاول هو القيمة اللي بتحتويها مثل المصفوفة، بس هون انا صرت قادر على اعطاء اكثر من قيمة حتى لو كانوا مختلفين بالتايب. يعني انا فيني اوضع باللائحة قيم لانتجر string date اي شيء بدي اياه انا قادر اوضعه ضمن بنية عقدة اللائحة. فهذا اول قسم هو اللي راح نسميه نحن الفاليو، سواء كان قيمة واحدة او اكثر من قيمة. القسم الثاني هو عبارة عن المؤشرات اللي بتساعدني على تتبع عقد اللائحة. وحسب نوع اللائحة نحن في عنا نوعين لللوائح، اللوائح الأحادية السنجل ليست، واللوائح الثنائية أو الدبل ليست. الفرق بيناتهم هو عبارة عن المؤشر اللي أنا عم بستخدمه. فاللائحة الأحادية عندها مؤشر واحد فقط بيأشر على العقدة التالية، وبالتالي أنا عقدة ضمن لائحة بعرف فقط التالي اللي إلي، كل شيء خلفي ما عندي معلومة عنه، ما بعرف مين إذا كان في عندي خلفي حدا أو لا. ففقط بعرف أنا إذا كنت أنا مرتبط بعقدة تالية. اللائحة الثنائية أو الدبل هي لائحة باتجاهين، يعني كان أنا إذا بدي أسقطها على شبكة الطرقات فمنلاحظ أني بعض الطرقات بيقلونا باتجاهين وبعض الطرقات one way باتجاه واحد. فاللائحة الأحادية هي one way باتجاه واحد، واللائحة الثنائية اللي هي باتجاهين. وبالتالي اللائحة الثنائية صار في عندها مؤشرين، مؤشر بدل على التالي ومؤشر بدل على السابق. فهذا أول اختلاف. هلأ رح ناخذ اللائحة الأحادية، ولما بندخل على اللائحة الثنائية رح نشوف في اختلاف تاني بتركيبة أو ببناء بتصميم اللائحة. اللائحة الأحادية مثل ما قلنا عندي أنا جزئين، الجزء الأول هو الفاليو والجزء الثاني هو البوينتر. الفاليو قلنا هو عبارة عن قيمة بأي تايب بدي إياها، سواء كان انتجر سترينج تشار أي قيمة بدي إياها، ممكن يكون أكثر من قيمة بس أنا كلياتها رح حطها ضمن بند الفاليو أو القيمة. البند الثاني أو القسم الثاني اللي هو البوينتر قلنا هو بيأشر على العقدة التالية، وبالتالي التايب اللي له لازم يكون من نفس تايب العقدة. فهلا صار في عندي أنا هون إذا بدي ابني لائحة فأنا على الأقل
بدي صنفين، صنف للائحة ككل وصنف للعقدة لحتى أنا أقدر استغلها أو استخدمها. ببعض التصاميم بيستخدموا صنف العقدة كصنف استراكت كستراكشر وبيبنوها بهذا الشكل. يعني مع العلم أن بنية الاستراك هو عبارة عن صنف مانو معياري مثل الانتجار والسترينج، وإنما هو بنية مثل كونتينر أو حاوية تحتوي على مجموعة من القيم، ومنها أنا قادر أعرف متحول يكون مؤشر على هالاستراك. هلا هون نحن بالجافا رح نستخدم طريقة الكلاس أو الأصناف، وبالتالي صار أنا لبناء قائمة أو لائحة أنا بحاجة لصنفين. الصنف الأول اللي هو الأعم أو الأشمل وهو صنف اللائحة، والصنف اللي رح يجي ضمنه هو صنف العقدة. فلا أول شيء رح نبلش بصنف العقدة اللي هو الكلاس. نفترض سميناه نود ليكون من نفس الاسم، لما منقول عقدة فهي النود. فيني أنا سميه أي اسم بدي إياه، بس لازم أنا أعرف أن هذا الكلاس هو للنود. أنتوا بالفصل الأول أخذتوا برمجة 2 صح؟ أخذتوا الأصناف وشو هي التوابع الضرورية بالأصناف. التوابع الضرورية أهم شيء التابع الباني والتابع الهادم، سواء كان الكونستراكتر. فضمن التابع الباني أو الكونستراكتر أنا بهيئ هالصنف، يعني أنا بوضع البارامترات الأساسية اللي أنا بحاجة لهالصنف. التابع الهادم مشان أنا ألغي الصنف إذا كنت أنا مصرح عنه بمكان ما. بعد بيجيني التوابع والمتحولات، فأنا بعرف شو في عندي متحولات بدي استخدمها. فبالنسبة للعقدة كم متحول كمينيموم أنا بدي؟ لائحة عقدة للائحة أحادية، وبالتالي عندي مينيموم 2. قادر أنا أكثر من 2 ضمن العقدة؟ ليش لا؟ ما أنا خلت الفاليو ممكن يكون أكثر من قيمة، لهيك حكينا أني المينيموم هنن 2. البوينتر قادر أنا أكثر من 1؟ هون بالعقدة الأحادية، اللائحة الأحادية عقدتها تحتوي على مؤشر واحد فقط. فأول شيء أنا رح أعرف، لنفترض الفاليو رح يكون انتجر ورح سميه اي، والبوينتر بلغة الجافا طبعا هذا حسب أنا شو بكتبه، إما برايفت أو بابليك. ولا بنشوف شو الفرق بين البرايفت والبابليك. المتحول الثاني كيف بده يكون شكله؟ قلنا نفس صنف العقدة، فلازم يكون نود وبسمي بالاسم الثاني. لنفترض أنا هو التالي، فرح سميه أنا بالنيكست. كمان هون إما بابليك أو برايفت، ورح نشوف شو الفرق. هلا سمع ما شيء، فقط عرفت شو في عندي أنا متحولات بدي استخدمها بالعقدة. بعدها رح أكتب أنا التابع الباني. التابع الباني ميزته أني اسمه نفس اسم الصنف اللي أنا عم بستخدمه، فهون أنا مسماه نود. فشو لازم يكون التابع الباني؟ كمان نود، وهون لازم يكون public. وبما أنه تابع فأنا ممكن أكتب بعض الوسائط التمرير. شو هي الوسائط اللي أنا ممكن استخدمها بالنسبة لتابع باني لعقدة مؤلفة من value وpointer؟ بدي أبني عقدة أنا محتاج
ممكن أنا عند تصريح عن العقدة أنا حدد له القيم اللائلة اللي هي الفاليو والبوينتر. فأنا بدي انتجر لنفترض اي ونود نيكست. طبعا فيني غير أسماءهم بس أنا كتبتهم قصدني بهالشكل. طيب بيجيني واحد هون راح تكون التعريف اللائلة اني زيس اي بتساوي اي وزيس نو نيكست بتساوي نيكست ولا بسكر. هالتعليم زيس اجت بسبب تشابه اسماء المتحولات العامه مع التابع. لو كنت انا مسمى هون اي1 ونيكست1 فكنت بكفي اكتب اي تساوي او اي1 تساوي عفوا الاي تساوي اي1 والنيكست1 نيكست تساوي نيكست1. بس بسبب تشابه فاستخدمت انا الاوبرانت زيس للدلاله على انه القيمه اللي جاي معه هي للكلاس للصنف والقيمه الثانيه هي للوسيط اللي انا مررته. طب هلا انا بدي اطرح عليكم مشكله صارت معي واللي هي اني انا لما بدي صرح عن العقده انا ابعرف شو مين هو النكس اللي لها بعرف بس قيمتها. اجا واحد لعندي قال لي هي قيمه العقده بعدين بقول لك مع مين بدك تربطها. طيب اذا حطيتها هون شو راح يصير معي؟ راح يصير في عندي مشكله. ففيني انا اعمل تابع باني جديد وحط له فقط الانتجر اي وبالتالي هون شو راح تصير؟ زيس اي بتساوي الاي. طب اذا جينا على المشكله الاخيره اني انا ما بعرف لا القيمه ولا العقده بس شكل لي عقده وبعدين بقول لك شو هنون القيم. بعمل واحد ثالث اللي هو الببليك نود وفارغ لا اكثر ولا اقل. فهلا صار عندي انا بس الفكره من هالتوضيح اني انا تابع الباني قادر اعمل اكثر من نسخه لإله بس بشرط ان يكون له نفس الاسم. هاي اول شرط. الشرط الثاني بما انه نفس الاسم فلازم يكون مختلف بالعدد الوسائط اللي عم يتعامل معها او بانواع الوسائط اللي عم يستخدمها. يعني انا فيني استخدم نود انتجر اي وسيط واحد وفيني استخدم نود نيكس كمان وسيط واحد. يعني لازم يكون الاختلاف بعدد الوسائط او بانواع الوسائط المستخدمه. فانا قادر اكتب اكثر من تابع باني حسب الرغبه اللي لي. هذا؟ ايه انا ما معي القيمة، شو بدي تحطي لي؟ لما بدي تستدعي شو بدي تعطيني قيمة؟ تحطي لي صفر فالصفر قيمة. نل مانا انتجر. ممكن تقول لك ابني لي عقد جديدة فارغة، ما تعملي لي أي شيء. أوكي؟ فهذا هلا بالنسبة فقط لبناء اسا العقدة. بالعقدة أنا شو التوابع اللي أنا ممكن شوفها ضمن عقدة أو استخدمها ضمن عقدة. فأنا بنيت عقدة سواء وصلت ما وصلت فبنيت عقدة. فأنا معي العقدة هون. شو التابع اللي ممكن أنا استخدمه؟ هلا بتقول لي اذا كان هون بابليك وهذه بابليك فما في داعي لاي عقد لان انا موصول على الاثنين وبالتالي قادر اوصل لها مباشره. طب اذا كانت برايفت شو صار؟
صار بدنا توابع الوصول لهالعقد أو لهالمتحولات اللي عندي إياها. فنحن بنعرفها توابع الجيت والسيت دائما بشكل عام. فأنا نفترض رح أكتب تابع مثلا الجيت الإي من الإليمنت للدلالة، وهلأ بنشوف إذا شو، وبعدها السيت إي، وعندي الجيت نيكست والسيت نيكست. الجيت إي شو معناتها؟ إن يعطيني قيمة الفاليو اللي موجودة ضمن العقدة. يعني أنا بدي استرجع قيمة الإي الموجودة ضمن الكلاس. كيف أنا بسترجع قيمة؟ عن طريق تعليمة الريتيرن والقيمة اللي بدي استرجعها اللي هي الإي. تالي خلصي. شو بدي أحط؟ الريتيرن تايب، لأن أنا رجعت شو القيمة اللي موجودة هون؟ انتجار. وشو إسا؟ لأن لو حطيت برايفت شو كان صار؟ ما قدرت وصلت له وبالتالي ما استفدت شيء. فهذا لازم يكون public، وبالتالي الكل هون لازم يكونوا public. هلا الست اي، انا هلا بدي غير قيمه الاي ضمن العقده. يعني انا معي قيمه وبدي اوضعها، وبالتالي بدي مرر انا القيمه اللي بعرفها للتابع او للصنف. فهون لازم يكون عندي انا انتجر اي، وشو القيمه اللي هون؟ ما بدي رجع اي قيمه. شو لازم اعمل انا هون؟ لازم اقول زيس دوت اي بتساوي الاي، طبعا ما ننسى الاقواس. الجيت نيكس نفس الحاله، شو لازم تكون هون؟ نود، خلينا نكتبها نيكست. وشو بدها تكون الريتيرن تايب؟ هون النود، لان انا بدي استرجع قيمه نود. جيت نيكست ليش انت النود؟ شو هي تايب اللي لها؟ نود. فما بدي مرر لها اي قيمه، شو بعمل هون؟ ريتيرن نيكست. وهون نفس فويد، وهون النود نيكست، وبالتالي بتصير زيس نيكست بتساوي النيكست. هذا هي العقدة بالقائمة الأحادية. الشغلة الأولى اللي أنا بدي، خلينا هون، في حد سؤال على تشكيل العقدة؟ هلا بدنا نشوف العقد رح تصير متشابهة، بس رح ضيف أنا متحول وإلا الباقي رح تكون نفسها، فما رح بقدر نرجع نكتبها. فلهيك من هون في حد عنده سؤال عن العقدة؟ لا، مثلا نفترض أنا كتبت int e string str double دي وهكذا. ما هذا ما بقى مؤشر، هذه قيم. المؤشر عندي اياها النود، النود رح ياخذ كامل هالقيم. يعني مثل الاستراكشر، الاستراكشر فينك تحط انت اكثر من قيمه، والكلياتها هي عباره عن بوتقه واحده او كونتينر واحد. فينك تحط كل القيم، فينك تحط بس واحد حسب انت بالاساس شو بدك، شو بتعرف من هالقيم. وبعدها بدك تحط انت سيت تو جيت لكل واحده لحالها.
هذا هذا تابع باني. أنا قلت فيني أوضع أكثر من تابع باني حسب كيف بدي أنا شكل العقدة. فهل بدي شكلها مع متحولاتها كلياتها أو مع متحول واحد، أو أني بدها تضل فارغة وبعدها أنا أقوم بتعديل المتحولات اللي إلها؟ ولش فارغ، بس تكتبي public note وفارغ بالبضي فارغ، بس أني تابع باني لحتى تشكلي أنت الكلاس بلا تابع باني لا يشكل، فبيطلع معك خطأ. هلا كان فينك أنت تحطي هون أني مثلا نفترض النيكس تساوي النل مثلا، بس ما في داعي لها، لأنه بما أنه أنت ما عرفتيها فهي عبارة عن نل. هلا هذا بالنسبة للعقدة، صار أنا عندي هلا بدي انساها لهذا، وصار بس أنا عندي صنف اسمه كلاس رح نكتبه على الجنب اسمه نود، وإلو عدة توابع بانية. هلا الخطوة الثانية، الخطوة الثانية من الروح لحتى نبني اللائحة، فبدنا كلاس لنفترض رح نسميه اني سينجل ليست، ومثل العقدة شو اول شغلة لازم نفكر فيها؟ تابع الباني والمتحولات اللي إلها، صح؟ فلا انا عندي لائحة، اوكي، فانا لحتى اتجول ضمن هذه اللائحه شو بدي؟ مؤشر. شو هو مؤشر؟ مؤشر من نوع العقد، بس ليش بدي اياه؟ مشان ما هذا العقد بتعطيني اياها انا لما بكون بعقد محدده، ففي ضمنها مؤشر بيشير لي للعقد اللي بعده. انا عندي هاي لائحه، خلينا نرسمها. هذه البوينتر، وهون راح تكون بيأشر على النل. فأنا هلا بدي برمج هذه كلياتها وليس العقد لحالها، العقد خلصنا منها. فقلت بدنا نحن تابع الباني اس ليست، كلاس الكلاس بالاسم خالصة، انت ما بتكتب الصنف، انت بتحطي ضمنه صنف. الكلاس هو صنف، الاس ليست هو الصنف كلاس او التابع اللي له كلاس. شو بدي اوضع ضمن هالتابع الباني؟ بدنا مؤشر لنعرف اول عقدة. ليش بدنا نحن مؤشر لنعرف اول عقدة؟ ما نحن قلنا بالمصفوفة، قلنا كيف بنعرف نحن أول عقد أول قيمة بالمصفوفة؟ قيمتها صفر. منين إجت هاي قيمتها صفر؟ إني اسمها للمصفوفة هي مؤشر على أول خانة. طيب هون أنا هذه عقدة اسمها ما بتشير لي على موقعها، فطب ما أنا لازم أعرف أنا أول عقدة ضفتها وين موجودة، لأني هلا صار بالذاكرة موجودة وين ما كان، ما إلى مكان محدد. فلهيك أنا بدي كبداية عرف عقدة، وهالعقدة سميها هي عقدة البداية، أو منسميها الهيد الرأس، أو فيرست اللي بدكن يا، أو فرونت وتيل اللي بدكن يا، خلينا نسميها هيد. فأول شيء أنا بدي أعرف هيد، متحول هيد
وهالمتحول من أي صنف لازم يكون؟ هو عبارة عن عقدة، وبالتالي لازم يكون من صنف نود. طبعا باللغة السي أنا بعرف متحول أو مؤشر بوينتر، تعرفوا البوينتر، بحط اسم الصنف، بحط دجمة، فاللي اشتغلوا اللي اشتغلتوا كأوبجيكت الجافا السي بلس بلس اشتغلتوا كمؤشرات أو كبوينتر، يعني حلت هالمشكلة الأورينتد أو الأوبجيكت أورينتد اللي موجودة باللغات سي بلس بلس عن طريق تعريف صنف جديد اللي هو البوينتر أو المؤشرات. بما أنه عم نشتغل جافا فهون أنا باخد نود عادية، وهالنود شو لازم تكون؟ public ولا private؟ ليش بدي اياها public؟ هلا لنقدر نوصلها، فاذا حطيتها public فانا قادر اوصلها. طيب اذا انا ما بدي اوصلها شو لازم اعمل؟ بحطها private ولازم اعمل الست والجيت لها. خلينا هلا نعملها public. هالنود لم بالبداية شو لازم تكون؟ وبالتالي هون شو لازم يكون؟ بالتابع الباني. لنفترض الهيد لازم يساوي النل، بكفيني انا مؤشر واحد ضروري انا اشر على اخر عقده. هلا ما انا ضروري كثير، هذا اهم. انا قادر تشكل لائحه ما عندي مؤشر واحد، بس ما بيضر اني لو عرفت انا اخر عقده. هلا راح نشوف مثلا شو بيفيدني اني انا اعرف اخر عقده. فكمان انا بعرف كمان نود بسميه لنفترض تيلر او تيل من زيل العقدة. وشو لازم تكون بالبداية الزيل؟ كمان نل، يعني التيل لازم يساوي النل. فضل اكيد عقدة والتاني عقدة اللي هو عم يأشري على اول عقدة ضمن اللائحة والثاني على آخر عقدة ضمن اللائحة. طيب هلأ شو التوابع اللي أنا ممكن فكر فيها للائحة قبل الإضافة؟ الحجم بعدين رح ننهادي. أول شيء إذا is empty، وشو نمطه لل is empty؟ وشو لازم يكون؟ كيف بعرف أنا القائمة فارغة أو لا؟ فضلي؟ يعني أنا فيني أكتب return الهيد بتساوي التيل او كمان بتساوي النل، او اذا الهيد تساوي النل والتيل تساوي النل. يعني كيف بكتبها لهذا اذا او؟ يعني هون ما بتنكتب بهالشكل. الهيد تساوي النل، فلازم يكون الاثنين، فلازم اكتب انا و التيل لازم يساوي النل. فليك ما بحط او، يعني اذا كان في خطأ بالبرنامج وانا ما حولت، هلا راح اشوف اني واحد منه للنل، فمشان هذا يثبت لي دائما اني فارغة. اوكي، فهذا الـ is empty.
بعد شو التوابع اللي ممكن انا افكر فيها؟ بعد شو في عندي؟ اضافه. هلا هون انا بالارتال والمكدسات كان في عندي شرط قيود اني انا اما بدي اضيف من النهايه واحذف من النهايه او ضيف من النهايه واحذف من البدايه، كان في عندي شرط. هون بالقوائم في عندي شرط؟ لا. وبالتالي كم تابع للادخال انا عندي؟ شو النون؟ الاضافه من اي مكان بسموها حشر، يعني الاضافه من البدايه، اضافه من النهايه، والاضافه من اي مكان معناتها حشر. يعني انا اذا كان عندي سلسله وبدي حط عقده او حلقه بين حلقتين، شو بقول؟ انا حشرت هالحلقه بين الحلقتين، فصار عندي انا اضافه من البدايه، اضافه من النهايه، او انسيرت، يعني اد فيرست اد لاست وانسيرت. صار عندي انا ثلاث توابع: الاد فيرست والاد لاست، وفي عندي الانسيرت. طبعا كلياتهم بابليك. الايد فيرست شو الطايب اللي لها؟ انا لما بدي اضيف بدي انتظر قيمه من التابع، وبالتالي شو ال كمان هون الوسائط، بدي وسائط. شو هي الوسائط؟ الاشياء اللي لازم ابنيها بالعقده. في عندي طريقتين. الطريقة الأولى أني أنا مرر للإيد عقدة، وبالتالي بالتاب المين لازم أنا شكل عقدة وبعدها دخلها لإلها. الحالة الثانية لا، أنا بعرف شو هي وسائط أو البارامترات العقدة اللي هي الفاليو والبوينتر، وبالتالي أنا مرر له إياهم مباشرة، ما في داعي أعطية. بالنسبة للبوينتر ضروري مرره كوسيط؟ معرف فيها بكلاس العقدة. هلا بالنسبة لهذا الايد فيرست، فالوسيط هو عقدة الهيدر، فإذا أنا الهيدر حطيت لها بابليك فأنا قادر أوصل لها، فما في داعي أنا مرر له إياها لأني بعرفها. أوكي؟ يعني حتى لو برايفت بما أنه ضمنها، ونفس الشيء الايد لاست فأنا التيل كمان بعرفها، فما في داعي مرر له إياها. وين بصير عندي أنا التمرير مطلوب او انا لازم احسبه؟ بالانسيرت. وبالتالي عندي انا فقط، نفترض انا شو النود اللي انا ضفتها، نفترض انتجار، فممكن انا احط فقط انتجار اي بهالاثنين. طب واذا تابع الباني انا عملته وسائط انتجار ونود عادي اذا بالاضافه؟ هلا بدنا نشوفها، هلا بدنا نشوفها. فانا لما مررت له فقط القيمة، طبعا إذا كان عندي أكثر من قيمة فأنا بدي أمرر كافة الفاليو، يعني مثلا انتجر اكس، سترينج، شو أنا حاطها بالكلاس، فراح مرر له إياها. هلا شو راح يشتغل؟ الايد فيرست، أنا شو لازم لما بدي أضيف شو لازم أعمل؟ بدي أضيف في البداية، يعني أنا عندي هون انا اول شغله شو لازم رح تضيف من البدايه؟ تفضل. اول شيء بدي اعمل، نفترض سميها نيو نود، فبدي شكل عقده اسمها نيو نود. شو قيمه الفاليو اللي لها؟
والنيكست تفضل بيأشر على الهيد. اول شيء روفوا شوي هاي اذا كان التابع الباني في قيمه ومؤشر او فيني خليها تاشر على النل وبعدها قل له ان نيو نود المؤشر اللي لها خليها تساوي الاتش او الهيد. طيب بعدها قال زميكم ان الهيد لازم تصير تاشر على العقد الجديدة. لا فقط هذه عقدة فقط عقدة موقع بالذاكرة بيأشر على عقدة تاني لا أكثر ولا أقل. أنا ليش ما بتعامل مع أنه أنا استمعت لأول عقدة الإضافة رح تكون هالعقدة فأول شيء مش ما بتكون هي الهيد ما هي أنت حطيها أنت الهيد بغض النظر عن قيمتها فأنا عم شكل عقدة هالعقدة عم حط لها قيمة وعم قل لها أشري لي على الهيد بغض النظر شو كانت الهيد وبعدها الهيد سوي لي اياها هي هيدي العقدة اللي صارت اول عقدة. تالي ما في داعي اول شيء انا فورا بشكلها بما انه الاضافة من البداية بشتغل هالشغل الخطوة يعني الخطوة الاولى create new node الخطوة الثانية اني adjust parameters اني تحديد الاي والاتش هون النيكست لازم يشير على الهيد. ثالث خطوه اني اسوي الهيد بيساوي النيو نود اللي انا شكلتها. رابع خطوه if is empty فشو اعمل لي اذا كانت empty تالي وين لازم اعملها انا هون يعني هذه صارت ثلاثه وهذه الاربعه فاذا كانت empty شو اعمل لي خلي الهيد تساوي التيل بتساوي النيو نود وإلا إلس حط لي الهيد تساوي النيو نود واضحة؟ راح نبرمجها شو لازم أنا أعمل هون أول شيء قلت كرييت نيو نود يعني نود نفترض سميتها نيو نود وشو لازم تساوي هذا نيو ليش رايح لهونيك انا الكلاس اسمه نود نفترض الكلاس كان فاضي ما في اي قيمه انا حاطط سيت والجيت للقيم فالتابع الباني اللي له فارغ لو كان في قيم فانا بدخل القيم اللي حطيتها هون فانا راح اعتبر ان التابع الباني فارغ هذا تتغير مع تغير التابع الباني اللي اعطيكم اياه او اللي انتم مشكلينه ما بالكلاس نود هلا شيلي لي على تابع لهون هذه لازم تكون عفوا هون عم نحكي هلا هون اول شيء اول خطوه هي نود نيو نود بتساوي نيو نود وراح اعتبر اني النود كان فاضيه او التابع الباني فاضي. الخطوه الثانيه شو هي؟ البارامترات فعندي انا النيو نود اللي انا شكلتها كيف بدي انا اوصل لتابع موجود ضمن الكلاس عن طريق الاوبريتور دوت معامل النقطة لو كان برايفت لا هلا انا بدي اعدل بالقيمة ما بدي اخذ فبدي استخدم سيت فلهون بيكون عندي اذا كان برايفت القيم بالنوت فراح اكتب انا سيت
الإي وحط الإي وحط نفس الشيء new node dot set next. والنكست شو لازم تكون؟ على الهيد. وإذا كان public فبتصير new node dot الإي مباشرة وبتساوي الإي. صارت لاحظوا الفرق بيناتها. وهذه بتصير new node dot next بتساوي الهيد. فهذا اذا كان برايفت وهذا اذا كانت بابليك. بعدها راح اختبر if is empty. فاذا كان empty شو عمل لي؟ اكتب لي الهيد تساوي التيل بتساوي النيو نود، وإلا فقط الهيد بتساوي النيو نود. لا هذا بس إني يا هذه يا هذه. يعني بس هذه إذا كانت برايفت هيك لازم اكتبها، وهذه إذا كانت بابليك هيك لازم اكتبها. يعني السهم هو عبارة فقط للتمييز بين حالتين حسب إذا كان public أو private. خلصنا منها. تفضل. لأن هو ضمنه بدك تشكليها. مدام أنت كتبتي هون new node فأنت استدعيتي وين مكان الكلاس يكون، بس يكون إني أنا لي وصول لإله. راح اكتبها للي كتبتها هون بشكل اكبر هون. فاول شيء انا بدي اكتب انا نود اللي هو الكلاس اللي انا كتبته، وعرف متحول اسمه سنفترض نيو نود، وسوي بنيو نود. وهون انا قلت التابع الباني راح يكون فارغ. بعدها قلنا لازم اعدل بالبارامترات. فأنا النيو نود عملية الولوج للتوابع أو للمتحولات هي الأوبريتور دوت، فراح أحط على السيت إي وراح أحط القيمة إي اللي أنا مدخلها بالإيد فيرست أو بعد نيو نود سيت نيكست، وراح أحط الهيدر. قلنا هالخاصتين بكتبها لما بيكون الاي والنكس برايفت. لو كانوا بابليك فكان انا ممكن اكتبهم بالشكل التالي نيو نود دوت اي بتساوي الاي، والنيو نود دوت نكس بتساوي الهيد. بعد قلنا بدنا نختبر اذا كان فارغ، فبكتب انا اف is empty فإذا كان فارغ فحط لي الهيد بيساوي التيل بيساوي النيو نود، وإلا الهيد صارت فقط هي اللي بتساوي لنيو نود. فهون بكون انا ضفت تابع او عقده الى اللائحه من البدايه. البوينتر فقط البوينتر قيمته على الحشر اجباري. وينه؟ هون؟ هذا؟ هذا تصريح، هذا متحول انت مصرحة عنه، انت بدك صرحتي عنه بدك تستخدمه، ممنوع تستخدمه من مكان تاني. ما مثل هذا هون، هذا
function وليس class. فما حد بيقدر يدخل تستدعيه فخلص فقط اللي انت معرفته فراح يكون موجود ضمنه. لاني انا تفضلي لان انا بدي اضيف من البدايه انا اذا كانت فيها على القليله وحده فالهيد والتيل موجودين هون صح فانا فقط الهيد بدي انقلها التيل بدها تضل للنهايه واذا كانت مثل هذه التيل هون فانا بدي اضيفها لهون التيل ما تغير موقعها ضلت هذا فقط بحاله وحده لما بيكون فارغ لان التيل بتساوي النل فانا لازم اقول ان الهيد والتيل صاروا بيشيروا على اول عقده واضحه في سؤال هون وين هذه اذا شلتها سويتها بابليك برايفت هذا كيف بدك تستدعيه من مكان ثاني للايد فيرست انت مانك بقى قادر لا انت بدك تطلع برات الكلاس وتشكلها للسنجل ليست فاذا كان برايفت مانك قادر تستدعى التابع ايد فيرست فاجباري هذا لازم يكون بابليك تبع السي بلس بلس بده يكون كمان بابليك وهذا اللي عندك اياها بالسي بلس بلس هذول النقطتين نقطتين لحتى انت تعرف تابع وضمن الكلاس تعرف تابع وتكتبه بس لما بدك تستدعيه تستدعيه بالدوت كمان يعني هون انا كتبته بالشكل التالي بالسي بلس بلس لازم اكتب انا الكلاس شو الاس ليست دبل بوينت دبل بوينت واسمه واضح هذا فقط طريقه كتابه لا اكثر ولا اقل هذا بالنسبه للاضافه من البدايه طب هلا الاضافه من النهايه كيف راح تصير يعني انا عندي عقده هالعقده انا صرت بدي اضيفها للنهايه فاول شيء راح شكل عقده بعدها واحد واحد بس كيف لازم نسميها ما هي مسمية ومشكلة يعني أنا بخلي التيل تأشر على عقدة جديدة والنكس لا إلى عنل أي واحدة نيكس تبع التيل هذا هذا لوين لازم تأشر هذا التيل لازم يأشر على عقدة جديدة هذه اسمها تيل وبالتالي التيل لازم يأشر على عقدة على النيو نود مؤشر التيل مؤشر العقدة اللي بتشير عليها التيل لازم يأشر على النيو نود اوكي يعني التيل لازم مؤشر يأشر يعني ما بقى بنقول نحن مؤشر فالتيل صارت عقدة فمؤشر التيل ما اني والله عشو بتأشر التيل صارت عقدة تعتبر عقدة ما عم نحكيها فمؤشر التيل يعني المؤشر للعقدة اللي عم يأشر عليها التيل بيأشر على العقدة صحيح الوضع خلينا نكتبها هلا راح اكتبها شوي صغيره او لا مباشره بكتبها كبيره نرتاح منها فاول شيء انا او هذه ما كان لازم نحيها يلا بسيطه راح شكل عقده راح اعمل تغيير للبارامترات نفسها النيو نود سيت اي فالاي والنيو نود set next شو بدها تكون set next null وشو السا بعدها لازم اكتب انا فضلي وين بدي اختبر اذا فارغة وليش بدي اختبر اذا هي فارغة فارغة.
فضلي بس مشان هيك شو هذا النل؟ النل ما في شيء. شو يعني ما في شيء؟ فراغ. شو يعني فراغ؟ شو معنى هالحكي كلياته؟ يعني ما في مؤشر. يعني ما في ضمنه ما هو ما بيأشر على العقد فيها مؤشر. يمكن يأشر على أي شغلة تانية. وبالتالي لما بتكون فارغة فخلنا التل هي نل. النل يعني لا شيء. شو يعني لا شيء؟ يعني ما فيها لا اي ولا مؤشر نيكست ولا شيء ولا شيء على الخالص. فلو كتبت انا هون التل دوت سيت نيكست وحطيتها اللي هي النيو نود فبحالة الفراغ هذه خاطئة. ليش؟ لاني كان انا عم قول من لا شيء. مثلا نفترض اني والله انت معك قبوع ورق في تفاح فبقول لك ضف لي هالتفاح على قبوع الورق فبتيجي لعندك بعطيك تفاح بقول لك ضف لي على قبوع ورق بتقول لي ما راح تعطيني اول شيء قبوع الورق راح تضيفه. فنفس الشيء بالنسبه للتيل. فالتيل لما بدها تاشر على شيء ثاني فاذا ما كانت بالاساس موجوده على شو بدها تاشر؟ بس كيف بدي انا اعرف اذا كانت موجوده هاي بعدين اخر شيء. فهون شو لازم انا اختبر؟ if is empty. واذا كانت is empty شو لازم اعمل؟ تماما مثل هون تماما الهيد بتساوي التل بتساوي النيو نود. والا اذا ما كانت فارغه فحط لي النكست تبع التل بيساوي نيو نود او اذا كانت بابليك فبتصير التل دوت نكست تساوي النيو نود. هاي فقط اذا كانت بابليك. خلصت انا هون؟ انا شرط النكست تبع التل على نيو نود وبالتالي هون صار كمان التل بعد ما انا بخليها تشير بتساوي النيو نود. واضحه؟ لو سمينا هذا العقد ما كان اسمها اي عقده؟ عقده النهايه القديمه كنا خلص انه هي العقد ما هي اسمها تيل. فهلا بنسمي التيل هي عقدة النهاية. ما بقى اني مؤشر بيأشر على عقدة النهاية. فلما بنقول تيل هي عقدة النهاية اوكي هو بيفهمها ان هو مؤشر يؤشر على عقدة النهاية. نحن بنفهمها ان هي عقدة النهاية. مثل الهيد هي عقدة البداية التيل هي عقدة النهاية. وبالتالي هون شو صار؟ صارت التيل عم تأشر على اخر عقدة ضفتها وبالتالي صار عندي انتقل التيل للعقدة الجديدة. واضحة؟ اي وحدة؟ هذه ولا هذا؟ ايه التيل set next هذه. هذا انا بعد ما خليتها التيل يأشر على العقدة الجديدة فبدي اقول ان التيل صار هو العقدة الجديدة لان هذه صارت العقدة النهائية. لا لا بس بتساويها مساواة لاني مثل ما بنقول راس براس هذه عقدة وهذه عقدة فتساويهم مع بعض. ما إلى علاقة. انت هلا ضمن الكلاس بابليك برايفت انت ضمن الكلاس. طب هلا بدكم تقولوا لي اذا بدي احشر عقدة بدي سمي العقدتين بالنص ضروري انا اسمي العقدتين بالنص اللي قبلها ابى يصير سمي اللي بعدها لا اللي بعدها هي اللي اعلى اللي قبلها بتعطيني موقع اللي بعدها بس اللي بعدها ما بتعطيني موقع اللي قبلها. طيب
فأول شغلة هذه ما راح أحذفها، راح شكل عقدة تمام وأعمل بارامتراتها. في داعي أنا أحط هذه هون هلا؟ لا. كمان هذه راح أحذفها. الخطوة الثانية شو هي؟ أو بالأحرى البارامترات اللي أنا بدي أضيفها للإنسيرت. فأول شيء الإي الانتجر إي بدي أضيفها. شو هسه بدي أنا أضيف؟ تفضلي. ففي حالتين، إما بضيف أنا عقدة وبالتالي أنا بضيف نود، ولنفترض خلينا نسميها X، أو أنا بضيف موقع العقدة خلينا نسميها هون IDX، موقع العقدة ضمن اللائحة. فلنفترض أنا قلت لك ضف لي الرقم 5 ضمن اللائحة بعد العقد الثالثة، بالتالي أنا صرت بعرف وين موقعها. فأما أنا بمرر موقع العقدة أو العقدة، إذا بدي مرر العقدة فأنا لازم أكون أعرف العقدة شو هي وين هي لحتى مرر عليها. فهلا أول شيء راح أنا أخذ أني أنا مررت العقدة مثل ما هنا هون، فأنا العقدة اللي بدي ضيف بعدها معيها. فشو لازم أعمل؟ أنا صارت العقدة اللي بدي ضيف بعدها معيها، فبدي حط أنا النيو نود سيت نيكست، وبدي أنا مع مين نضيفها؟ نفترض أنا بدي ضيفها بعد العقدة الإكس، هذه هي إكس. تفضلي. هذه هي الإكس وأنا مرر إكس، فمؤشر هذا لوين بدي يروح؟ بدي يروح ل X dot شو next؟ هذا إذا كانت public، إذا كانت ما أنا public get، لأن هلا صار بدي أنا أخذها next. وضحت؟ أي بارامترات؟ ال end X هي العقدة اللي بدي أضيف بعدها. هلا لو كانت العقدة اللي بدي أضيف قبلها شو كان لازم يصير؟ لازم بلش من أعمل هلا منحكي هذا. هلا خلينا الأسهل، إني أنا بدي العقدة والعقدة اللي بدي أضيف بعدها، فخلت أنا السيت نيكس بتساوي بهالشكل. فهلا صارت هذه عم تأشر على العقدة اللي بعد إكس. بعدها شو لازم أعمل؟ الإكس شو يعني؟ كيف بكتبها؟ set next شو لازم تساوي؟ النيو نود بعدها ماي next تبع نيو نود اشرنا، وبالتالي هاي كاني انا الغيتها من هون وقلت لها صيري اشري على هذا، مش الحال انحشره. تفضلي. ما يلعب، انا عم بحشر بين نقطتين. صحيح خالصه؟ فانا لازم اختبر اذا كانت امتي، فاذا كانت امتي بالاساس انا ما عندي نود صح؟ تالي ما دام عندي انا نود، بعتت انا نود، فاكيد انا جايبه من محل النود، والا انا راح ابعت نل بدل النود صح؟ وبالتالي ما دام انا هلا عم بشتغل على النود، ما دام انا بيعت نود، فكان فيني قبل اي شيء من البدايه بكتب انا if الاكس تساوي النل او لا تساوي النل فنفذ لي. لأن إذا ما كانت الإكس كانت تساوي النل، فبالتالي أنا ما شفتها للعقدة، يعني حتى لو ما كانت فارغة أنا من الأساس ما شفتها للعقدة.
خلصت هيك؟ ما فهمت. ايه مين قبل الاكس؟ ما بيهمني مين قبل الاكس، بيهمني انا قلت بدي اضيف بعد الاكس. انا مرره، انا مرره ضمن اللائحه، بس انا مرره من هون، يعني انا بتابع المين مرر، عرفت شو هي الاكس ومرره للتابع. اربط الاكس بالنيو نود، الاكس هي مربوطه باللي بعدها، ما بقى الاساس مربوطه لك. انا هذه هي السلسله، ما بتكون في عندي لائحه بلا ما تكون الاكس مربوطه باللي قبلها او اللي قبلها مربوطه بالاكس. انا اللي بيهمني فقط فك هالرابط الموجود بين الاكس والنكس تبعيت الاكس واحشر العقد بيناتهم. وضحت؟ في اي فضلك. اذا لا تعملي شيء، اذا انا العقدة اللي بدي اضيف بعدها نل وبالتالي ما انا موجوده فما فيني اضيف بعدها. كان هلا عم قول قعود يا طالب جنب محمد، دور 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 يا شباب مين من في هون اسمه محمد، طلع ما في حدا محمد، وين بدي يقعد؟ راح يطلع برا. بلا ما قلت له اطلع برا فقلت له قعد جنب محمد، هو ما في محمد، وما دام نل خلاص إلس ما تعمل شيء. إذا شو معنات إذا الإكس بيأشر عن نل؟ وبالتالي أنا لازم أختبر إذا العقدة اللي أنا ممررها هي آخر عقدة، يعني أنا لازم أختبر إذا كانت آخر عقدة شو لازم أعمل؟ تماما، يعني هون أنا أسا عندي لازم أكتب أنا إف الإكس طبعا تساوي التيل، شو عمول؟ حط لي التيل صارت بتساوي النيو نود. خلصت؟ بالأساس التيل نكست تيل هي النل، ما أنا عم قول الإكس إذا كانت الإكس هون فالإكس مأشرة على النل فطلعت جاهزة. خلصنا هي؟ شو رأيكم؟ تفضلي. طيب اذا كانت اول عقده وانا بدي اضيف بعدها في تغيير شيء؟ ما في تغيير. هلا بفضل شغلي وحده اللي انا اذا بدي اطورها لهذا، وقول اذا انا بعثت لك نل فهذا دليل انه هي فارغه فضيفها اول وحده، بس هون شو بيصير عندي؟ ممكن ما تكون فارغه بس انا ما شفتها للعقده، ففيني انا الالس بعد الالس بدي اختبر هل هي فارغه، فحط لي التي او الهيد والتيل تساوي النيو نوت اللي انا طلعتها، والا إذا بالأساس ما هي فارغة فأنا ما شفت العقد اللي بدي أضيفها بيناتها فلا تعمل شيء. هي بس من شان إذا بدي أختبر إذا أنا النل إجت لأنه السلسلة فارغة أو أني أنا ما شفت العقد اللي بدي أضيفها. فضلا؟ إيه يعني أنا في عندي عقدة، أنا في عندي عقدة شفت العقد اللي بدي أضيف بعدها فاشتغل. هلا إلس إذا كانت نل فعندي حالتين، إما القائمة فارغة أو لائحة فارغة أو أنا ما شفت العقدة بالأساس، فإذا ما شفت العقدة بالأساس فلا تعمل شيء، بس إذا كانت فارغة إذا بدي أطورها لهذا فحط لي إن التيل تساوي الهيد تساوي النيو نود. أوكي؟ هذا بالنسبة للإنسيرت. قادر انا هلا اذا لغيت هدونه اللي كتبته
قادر استخدم الـ 8 first والـ 8 last اعتمادا على الانسيرت؟ كيف في نستخدمها؟ شو صارت الـ 8 first بالنسبة للانسيرت؟ انا بستدعي فقط الانسيرت والقيمة E اللي انا بدي اضيفها، وبعدها النود X شو لازم تكون؟ الهيد. والايد لاست انا راح استدعي الانسيرت الاي والتيل. بس بهالحاله لما بدي اعمل هالطريقه انا مضطر صرت هون الاف هذه اعمل لها ايلس اف از امتي فحط لي طبعا الاف بدها تصير ما بقى هون بدها تصير تنكتب بدها تصير تنكتب هون يعني او فيني احطها اذا كانت اس اف فبحط انا نفسها النيو نود سيت اي اي راح اكتبها للباقي هون وبكتب انا النيو نود dot set next null وبعدها بحط الهيد تساوي التيل تساوي النيو نود وهيك بتكون خلصت معي. طبعا اذا بدي استخدمها لهذه بالطريقة يعني مش اذا كانت فارغة هي تختبر اذا كانت فارغة او لا كلياتها. هذه الاف تمشي لهون بعد ما تخلص الاف طبعا هون الاف بهالشكل تنتهي فبتجي الالس محلها او خلينا هون نحط نهايتها الس اف از امتي فبحط انا النيو نود طبعا بدها تكون انا هذه بالبدايه نيو نود دوت سيت اي اي نيو نود سيت نيكست نل والهيد والتيل تساوي النيو نود. ليش؟ تماما. فهذا بس بالتيل فيني انا اعملها لاني بعدها هذه ما بتنعمل ففيني انا حطها بطريقه ثانيه اني اذا كانت العقد اللي عندي اياها فضيفه فالست فيرست ما بيمشي حالها راح تنضاف بعد الهيد فما راح تكون يعني راح تنضاف هون. الهيد راح تتاشر عليها الاكس هي الهيد صارت فالهيد سيت نيكست راح تشير عليها فانا ضفتها هون وليس ضفتها بالبدايه فقط للنهايه قادر استخدمها. بس وين الايد فيرست؟ انا لما بكون الاكس انا بدي اضيف قبلها بس فكره سريعه. هلا اذا كانت الانسيرت الاضافه النود اللي انا بعتها اضافه بدي اضيف قبلها شو راح يختلف معي الوضع؟ وبالتالي لازم اعمل حلقه هالحلقه بلش من الهيد ووصل للعقد اللي قبل النود اللي عندي اياها وبالتالي صار في عندي انا حلقه فلهيك دائما غير محبذه. وحتى فضلي هلا هون فيني كنت اختبر من هون اف مثل ما اختبرت هون الاكس تساوي التيل اف الاكس تساوي الهيد فحط لي اني النود نيو نود دوت او الهيد الاكس
لنيو نود دوت سيت نيكست بتساوي صارت الاكس مباشرة. وهون بعدها حط لي كمان اني الهيد صار بتساوي لنيو نود. سكر القوس وهون بتصير إلس. تفتح القوس فصار بيمشي حالة. فصار فيني أنا أستخدم الانسيرت اي هيد بس بإضافة شرط if x تساوي الهيد مثل ما ضفت هون if x تساوي التيل. فحط لي النيو نود دوت سيت نيكس هي الاكس والهيد تساوي النيو نود. والا حط لي النيو نود دوت سيت نيكس تساوي الاكس دوت جيت نيكس. وحط لي الاكس دوت سيت نيكس تساوي ان واختبر لي اذا كان تايل ولا لا. ايه هون الاف اللي ضفناها. بدي منكم بس اذا تغيرت النود للانت اندكس للاسبوع القادم اني شو التعديل على هالكود اذا كان التمرير هو موقع العقدة وليس العقدة. هذا حطيت له السطر مشان لحتى اقدر استخدم الانسيرت اي هيد باستخدام تابع الانسيرت بالاد فيرست اني استخدم الانسيرت. فانا بضيف بعد النيو نود ضيف شرط اف الاكس تساوي الهيد. فاقلب لي اياها ما تحط لي ان النكست للنيو نود هي النكست للاكس وانما حط لي الاكس وحط لي الهيد تساوي النيو نود.